في فير بلاي نحكي على انديتنا في المسابقات الافريقيه. البدايه مع ترجي في الشامبيونز ليج الافريقيه، هزيمه ما كانتش متوقعه ضد شباب الوزداد 2-2، خاصه الاداء كان باهت للممثل كره القدم التونسيه. شفناش ترجي اللي تعودنا به في المسابقه هذه باش نحكيو اكثر على المقابله مع اللاعب الدولي السابق ترجي سامي العروسي، موجود معنا بالتليفون. سامي اهلا بيك. اهلا بيك سلام، اهلا مستمعين اكسبريس افهم. لاباس شنو الامور؟ الله الحمد لله لاباس. مانيش غلطة، ما هوش ترجي اللي تعودنا به في المسابقة الافريقية سامي. صحيح، كلام وجهة كلامك صحيح، يعني الترجي اللي لعب المقابلة الأخرى ما هوش هو الترجي اللي نعرفه اللي هو نتاع اللي يلعب مقابلة الشامبيونز ليج. شنو هي الأسباب سامي؟ كيف شفت المقابلة؟ عندنا برشا وقت ولا شوية وقت؟ تفضل الوقت الكل ليك. باهي، أول حاجة باش نحكيو على مقابلة الذهاب ومن بعد نرجع نحكيو على مقابلة الإياب. مقابلة الذهاب يعني الترجي مشى فابوري، يعني مشى الفريق اللي هو المرشح على الأوراق، معناتها هو المرشح الناس الكل، معناتها حتى للترجي باش يعود يعني باش يجيب نتيجة إيجابية من الجزائر، ومشى الفريق يعني مرتاح نفسانيا ومرتاح ذهنيا. كملنا زاد الشامبيونا، يعني هزينا شامبيونا يعني وتهنينا على شامبيونا في تونس، يعني ما ثماش اسباب كبيره باش تخلي الفريق متقلق، والا كيما نقولوا احنا يعني المقابله بتكون صعيبه في مخه. كان في مقابله اسهل من اللي كان معناتها بعد نرجع المقابله، اما مشى في مقابله سهله. باش نرجعوا للمقابله باش نحكيو شويه فنيا على المقابله باش نشوفوا شنو معناتها اللعب. تم ثلاثة نقاط نحبوا نفسروهم على الترجي السنه. معناتها النقطة الأولى، الترجي السنه معناتها ماهوش قاعد يسجل برشا أهداف، يعني في المقابلات الكل نتاعو ديما النتائج نتاعو قريبة 1-0 2-1، يعني الأهداف نتاعو ماهيش متكررة ولا ما السكور ماهمش قاعدين يتعاودوا برشا، وهذيك كانت لنا مشكلة سنة في تسجيل الأهداف، لأنه الأربعة ثلاثة ثلاثة اللي لعبها معين فانجير يقول احسن يعني 4-3-3 اللي ابليكيتها مره تابليكيها برشلونه، خاطر عنده 3 اتاكونت 3 بيتور وقتها ميسي نيمار وسواريز، يعني كي تلقى عندك 3 بيتور اليمين واليسار وقتها تلقى راحه برشا في 4-3-3 تنجم تكور وتنجم تفرض اللعب نتاعك، خاطر لازمك 3 بيتور. البدري بيتور نو؟ لا السنه مش ماشي معاها برشا البدري، وحتى لافونسونتر الخميسي ولا عبد الباص راهو بيتور معناتها كل ماتش يزمي ماركي، فهمتني؟ يعني بيتور معناتها الماكينه، راهو بيتور هو الماكينه يعني. كان ملاعبي بالنيفو هذا ما يلعبش في تونس، كل ماتش ماركي يلعب في الاوروب معناها. لا احنا نحكيو على الترجي وجمعيات ضعيفه، مانيش نحكيو على الترجي وجمعيات قويه، يزمي ماركي بدري يزمو المتلوي وتطاوين وشامبيونان نتاع تونس يزمي ماركي فيهم الكل، حتى لافونسونتر عبد الباسط ولا الخنيسي يزم يكون دونجورو في المقابله كامله، معناتها يزمي ماركي بونتواتو كيف زاد الهوني بون لوني يزم يكون بيتور، هذيك هي الكوره، راهو باش تنجح في المقابله نتاعك يلزمك تلقى شكون يمركز. اول حاجه قلت لك عندنا صعوبات برشا في الهجوم، يعني ما لقيناش برشا ما لقيناش حتى مقابلات اللي فيهم سكور، اللي فيهم 3-0 اللي فيهم 4-0 اللي فيهم 3-1 و4-1 سكور الكبيره ما لقيناش، يعني المقابلات هذه السنه برشا في السيزون مع ديفونس ضعيفه شوي في تونس، مع شامبيون ضعيفه، راهو بعد باش نطلعوا رانا في الكونتر لي زيكيب اللي عندهم ديفونس باهي تابليكي بالكدا وعندها يعني الانيماسيون ديفونسيف نتاعها تكون قويه، وقتها ماكش تلقى لي فايت ماكش تلقى لي سباس ماكش تلقى، يعني باش تسكر عليك اللعب اكثر، وقتها لازمك تخرج انت كيما نقولوا احنا من الباجاج اللي عندك مع لي زانديفيديات اللي عندك، لازمك تخرج لي بيتير. معناها تقول انت مع فرق ضعيفه في تونس ترجي يلقى صعوبات في التسجيل، خلي معك يطلع النيفو في الشامبيونز ليج هكا سامي. هذا هو اللي نحبوا نحكيو فيه معناتها، هذا هو اللي معناتها وزاد حاجه ثانيه تو نحكيو فيها الانيماسيون اوفونسيف تاع الترجي. الانيماسيون اوفونسيف تاع الترجي وهذه ظهر لي العيب الكبير اللي لوموه الاحباء على الستاف تكنيك بقيت معين الشعباني، الانيماسيون يقولوا ما فماش حاجه جديده تتبدل كل مقابله هكا ولا والله انا نحب نفسرها بالكدا للجمهور باش يفهمها، معناتها حتى ما نحبش انا ندخل برشا في الفريق نتاعي الترجي، اما نحبهم يفهموا شو معناتها الانيماسيون اوفونسيف حتى للناس اللي تسمع. الانيماسيون اوفونسيف هي الرابيديتي نتاع الكوره، لانك انت كيف تلعب كونتر جمعيات ضعيفه باش تلعب بريتم لون، هو معين متركز برشا على تاك بلاسي، والتاك بلاسي اللي متركز عليها هي التاك بلاسي لون، كما نقولوا احنا يحط ليكيب ويبدا يدورها في الكره ويتعبها ويلقى لي ديداي ويحط ان كونتر ان، ويعني التاك بلاسي لون معناتها اللي هو باش يدوميني على اللعبه.
ولاتاك بلاسيه دي لون ما عادش موجوده في الفوتبول المودرن. وليت رابيد، كل ما تلعب رابيد كل ما خير، كيما نقولوا احنا والرابيديتي نتاع الاتاك. هو بلوتو سامي الشونجمون دي ريتم في ال 25 متر الاخر، هذا المقصود ولا؟ والله باش نقول لك الشونجمون دي ريتم في ال 25 متر الاخر لا، اما في الكوره في الفوتبول ثم دي كاري في كل تيران، في كل بلاصه في التيران عندك دي جوار اللي يعملوا كيما نقولوا احنا اللي يلعبوا يتحركوا، فهمت ولا؟ اللي يلعبوا يعمل كثير نومبر، يخرج لك على اليمين يخرج لك على اليسار، يعمل لك كيما نقولوا احنا في التروا كونتر تروا، يخرج لك ينجم يخرج الكره من اليسار يوصل لك لليمين. احنا في الاسبيرونس عندنا كيما نقولوا احنا الانديفيدولتي لي دريبل مع الناس الانيماسيون اللي هي متركزه على الرابيديتي نتاع لي جوار والباس. توا السيتي توصل بالميل باس يعني 900 باس. وهذا شنو السبب نتاعه سامي؟ لون نتاع الجوارات والتكنيك نتاع الجوارات والابليكاسيون اوفونسيف والانيماسيون اوفونسيف كلها داخله فيها هي راهو. حتى انا تو باش نلوم لاتاك في الانيماسيون اوفونسيف راهو يلزمك تجيب الكره من تالي ويلزمك تجيب ويلزمك تعرف توصلها للوسط والوسط يلزم يوصلها للاتاك. مرات كي ما يخدمش الوسط نتاع الاسبيرونس ولا الديفونس نتاع الاسبيرونس لاتاكون يحل معناتها ما توصلوش الكره. يولي هو في الانيماسيون نتاعو ولا في خدمته هو في الاتاك ما يخلطش باش حتى باش يلقى روحه في لان كونتران ولا حتى باش يلقى روحه في سيتياسيون نتاع انه يشوت ولا انه يماركي ولا انه توصل له الكره سهله. هذه الانيماسيون اوفونسيف يعني الرابيديتي الخدمه بين في كل كاري في كل بارتي في التيران اكل الجوار اللي يتحرك اكل يلعب بيزين دوس. احنا عندنا ريال جوش ولا ريال دروا يطلع بشي سنتر وريال جوش اذا كان ما حطيتوش هو في السيتياسيون نتاع سنتراج والا نتاع سيور نومبر ما يعملكش هو لي كاري ويخرج لك بالكره يا فيك دو ولا باش يسنتر لك ولا باش يعمل لك دريبل ولا باش ينحي لك جوار. هذه هي معناتها البوان الثاني لانيماسيون اوفونسيف لون رزينا ما نسلوش نعملوا حتى دي توش باس برشا ما نعملوش نعملوا برشا. وميم تو كل ما نلقاو فريق يعني يعمل ليكيليبر نتاعو ديفونسيف ويعرف كيفاش يقولها معناتها يعرف يدافع يغطي يعني يعرف يغطي معناتها ينجم حتى الهوني ينجم يحط لك واحد وراه. تو برشا ناس تقول لك والله لافير دروا صار الهوني تي لا لافير دروا ومن بعد تلقى وراه ديفونسور وتلقى وراه حتى في الظهر نتاع الهوني تلقى لاكسيال يكوفري معناتها خاطر نقولوا احنا تكتيكمون لي نور هذوما لي نور افريكان قويين حتى في لابليكاسيون ديفونسيف قويين وسيرتو هما ما عملوش سير نومبر القدام حتى بونتويتهم تنرجع بونتويتهم بونتويتهم في الديزيكيليبر نتاعنا ديفونسيف ما همش في الانيماسيون في دي كونتر فوالا ما همش في لابليكاسيون نتاعهم اللي هما شادين وعاملين لا هو التوجه نتاعهم سامي كان واضح معناها الفريق كان يستنى في الترجي اللي كانت مدوميني على الماتش ويعتمد على لي كونتر معناها هذا هو هذه هي ال 4 3 اللي نلعبوا فيها عندها مشكله كبيره هي ليكيليبر ديفونسيف كيفاش انت كي تخسر كره تلقى ليكيليبر ديفونسيف نتاعك سهله معناتها هي اصعب بلاصه اللي خدينا منها زوز بونتوات هي في الظهر نتاع البيفو خاطر البيفو واحد في ال 4 3 اذا كان بيفو اكسيال ما ينجمش يغطي ما ينجمش يخلط على التيران كله العرض نتاع التيران الكل حتى في البونتو الاولاني في البوست نتاع البيفو كون نورمالمون ثم بيفو غاديك هو اللي في التير هو اللي يكون موجود خلال التروتار البونت الثاني حتى في الدخول نتاع الدوزيام اتاكون دخل في البوست نتاع النيفو يلقى روحه مع الاكسيال نجح باش يعدي للريجيسور اللي هو دخل يلقى روحه راس راس معناتها ثم يعني ثم دي ديتاي من نجموش احنا ونكونوا مثلا في التوب نتاعنا راهي ليكيب هذه ديري راهي ليكيب مويان معناتها الناس الكل ظهرت اللي هي ليكيب مويان ماهيش كيب معناتها في لو نيفو تو نرجعوا للروتور اما كيما قلت لك ثم هذوما لي فوت باهي شنو هي النقطة الثالثة؟ هذه النقطة الثالثة اللي في ديزيكيليبر ديفونسيف اللي موجود في الظهر نتاع لو دي بيفو ما خدمناهوش بالكدا وخلينا لي ديسباس احنا خاطر تغرينا يعني نورمالمون كنا حتى 0-0 نروحوا بالسكور معناتها نروحوا بيه ونبدا فرحانين مش نخلطوا 2-0 معناتها باش تصعب علينا الرتور مقابلة الإياب قادرة ترجع تديرك سامي؟ قادرة بالكدا مش حتى قادرة لأنه مقابلة الإياب صارت تبنى قبل معناتها ما تصورش يعمل مقابلة أسوأ من اللي عملها في الجزائر لا صحيت ومش كونتر ليكيب اللي نقولوا احنا الكبيرة اللي هي باش كيما نقولوا احنا باش تكنترك ولا باش تمركيلك في تونس وإلا باش يعني ثم كي باش تقول لي الأهلي ولا باش تقول لي سان داونز ولا باش تقول لي الفريق معناتها فريق كبير في العالم سامي الخطاب هذايا نتاع ماهيش الاهلي وماهيش سان داونز انا نتصور هو اللي خسرنا ذا اللي في الالي يزي نتصور
يزي منه بصراحة، خاطر يدخل اللاعبية بكونفيونس زايد وزايد هل. لا لا تو ما عاد تسمى الكونفيونس، تو اللي ساقين في القاعة هما ربي يخرجهم سحب وربي يعاونهم في الكونسنتراسيون وفي الضغط اللي عليهم تو هيك، معناتها هما مشاو من الأول كيما نقولوا احنا اللي مشاو في كونفيونس كبيرة، أما في الروتور نتصور الضغط عليهم كبير برشا و 2-0 وسكور وماك تعرف شامبيونز ليج وحتى هذا احنا بنستاهلوا عليهم باش يخرجوا من الضغط تو، خاطر هما تو دخلوا في الضغط الكبير ما عادش تو لازم تقول سكور مستحيلة يعني ولا سكور صعيبة معناتها لا، هما باش يلزموا معناتها لونترونير يلزموا يهدي شويه الملاعبيه يلزموا يفسر لهم اللي 2-0 ماهيش حاجه كبيره ويلزم يفسر لهم زاد اللي في الكوره كل شيء بوسيبل يعني ينجم يخدم على ان بوت في البريمير ميتون ينجم يخدم على ان بوت دوزيام ميتون ينجم حتى يخدم على البريمير بوت يعني تو يجي دوزيام بوت يعني اذا كان جاي البونتولول يولي الفريق الجزيري باش يكون مش مرتاح اكثر يعني ثم زاد العامل النفساني باش تخدم برشا كما قلت لك الفريق الجزيري هذا ماهوش فريق كبير باش ينجم نقولوا احنا ينجم يغلبنا في تونس نحذر شويه من قبول بونتو يعني ما نجموش نقبل بونتوهات خاطر اذا كان قبلنا بونتو بزيت صعب شويه حتى 3-1 ظهر لي ترشحوا هو نطلع الاربعه بونتو معناتها في الكوره 2-0 سكور ينجم يكون باهي وهم ينجم يكون صعيب لنا احنا ولكن نتصور احنا ريت فريق الترجي مع مقابله الذهاب جماهيريا يعني تغادرت شويه من الريزلتا وكالكو زا يعني حتى شويه سيبوا يعني سيبوا خيط معناتها قالوا صعيبه معناتها يعني وقبلوا حتى النتيجه قبلوها وهذا يمكن هذا اللي باش يخلي المقابله سهله شويه على الملاعبيه وان شاء الله تسهل على الملاعبيه وانا متاكد اللي 2-0 معناتها موش سكور كبير جيتنا 2-0 تاكايا وخرجنا منها ونتصور الفريق اللي عندنا هذا ينجم يغلط مش مستحيل ينجم يغلب الفريق في شنو لازم يبدل سامي معين الشعباني بين الذهاب والاياب شنو تشوف في التشكيله شنو خاصه يتبدل في الانيماسيون شنو لازم يتبدل والله انا بحكي لك على الانيماسيون اوفنسيف الانيماسيون اوفنسيف انا تو ما نحبش ندخل في كلكم لعبيه كما دخلوا الجماهير يعني لاريير جوش ولا يعني شويه البيبوات ولا كسيال معناتها لي زاتاكون زاد كيف كيف ولي زاتاكون اذا تجيك فرصه ولا اثنين لازمك تحطها يعني ماهيش مشكل كونترونير روح تولي انك تضيع الفرص خاصه عبد الباسط معناها كل اللي جيتو ما تضيعش نورمون فوالا صحيت يعني نقولوا احنا تويك المسؤوليه الكل على فيد الملاعبيه ماهيش فيد المدرب يعني كما قلت لك لازم تكون من بتيت معناتها من اوكازيون صغيره تنجم تمركي بونتو تنجم كيفاش نقولها يعني ترجع الفريق لكن انا نحب ناكد شوي في اللامي ماسيون اوفونسيف نتاع الترجي راهو الرابيديتي والتكنيك والكويزون بين الملاعبيه وفي كل كوره راهو مش معناتها انا نمشي نزرب ولا مش معناتها انا نمشي انا نعرف كيفاش نتحرك نعرف كيفاش نخرج سيتياسيون صعيبه نعرف اللي يصير نومبر حتى نلعب نعرف نلعب في 3 متر في اللي نقولوا احنا الريكتونجل بتاع 3 متر ولا 3-3 خاطر بيصير لنا بلوكاج التالي البلاريتي لازم ننجحوا برشا في البلاريتي نخدموا برشا على البلاريتي انا ريت وانا الفريق الجزيري لون والفريق الجزيري احنا كنا لون برشا اكثر منه تشوف فما اسماء لازم تكون موجوده في التشكيله الاساسيه ما لعبتش في الذهاب ولا انا معين سلام ما نلومش عليه في الاكيب الاكيب ديما لي ديار هي اللي تهبط صدقني معناتها في الاكيب اللي يحطها معين من الاول يعني هي ديما الاكيب اللي الهوني مثلا ما تشوفش ما كانش حاضر باش يهبط من الاول عنده مده غايب كان نجم يهبط في اخر نص ساعه يا خو ميتون باغ كونتر الميموني كان في فورما معناها في البريود الاخرى شنو رايك؟ فيزيكمون مش انا نقيس ولا انت تنجم تقيس اما روندمون على الميدان روندمون على الميدان ينجم يقيس هو اختار الهوني باش يكون موجود هكا ولا تو نمشي نشوف بال يعني باللوجيك نقول انا جاني البريباراتور فيزيك والا لقيت الهوني حاضر في لونزونترمون وينجم يكور اسم كهوني كهوني نحكي تو بصراحه كهوني وخذيت الديسيزيون مثلا الغالطه اللي انا هبطته وهو مش حاضر فيزيكمون هكا ولا انا كاونترونور نجم نخرج الهوني ولا نخليه انت ايش قولك؟ هو يقول لك الملاعب كيما الهوني تستنى منه الفارق في اي لحظه لكن الملاعب لكن خلينا نكمل لك سامي لكن ما شفنا شيء براتيكمون على الميدان اي انا قعدت نتبع فيه لكن ما عطانيش فهمت ولا لكن انا
ما نجمش نجي نخرج الهوني اذا كان انا غلطت صاي وهبطته الهوني والا دونك دونك تقول انه غلطت كي هبطته معناها من الاول ولا هي الغلطه انه انا حطيته معناتها سي وغلطت معك فيه والا نقول احنا حبيت نلعب على اسمه والا نقول احنا في بالي اللي هو حاضر فيزيكمون في بالي كاونترونور ما نجمش انا من نص ساعه ولا من ميتون نجي نخرج الهوني نخسر يعني اللاتو نتاعي ونخسر ان دريبلور ونخسر اسم عندي انا يعني هو قاعد يتبع في الهوني قاعد يمشي معاه يمشي معاه حتى اللي نكملوا 90 دقيقه كان ينجم مثلا يخرجوا حتى في النص ساعه الاخر لكن هو زاد قبل بونتو في البريمير ميتون معناتها زاد يقتل لازم يلعب لاتاك يعني مرات سامي فما نقطه اخرى ما تشوفش الفريق معناتها في الواحد بلاش ياسر يطلع القدام لين على ديفونس شويه فوالا هي 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 لو كان لو كان واحد بلاش خير برشا من اثنين بلاش فوالا هي 0-0 كنا نجم نروحوا بها كان فكرنا والبونتو لاريير جوز السيتي اللي عمل تاك اللي عمل فوت الفوت معناتها وخرج روحه من اللعبه يعني سي معناتها مش تاع جوار معناتها باش يعمل ديزيكيليبر نتاعو الكوره يقول لك ليزونترونور الكبار يقول لك كي تبدا الكوره عندك تصرف كي تبدا الكوره عند الادفرسير تثنى كليني وحنا نتصور حتى اونترونور ما يجي الجوار اريير ويقول له ايليمين توا يعني خرج روحك من اللعبه يعني خذ الديسيزيون بستعمل لونتيسيباسيون السيتي مسي عمل لونتيسيباسيون خرج روحه من اللعبه في كوره ميته يعني كاين نجم يقعد اون كورس معاه وكاين نجم يزرو الكورنير وكاين نجم يزرو التوس وكاين ما يعاوش بيه يعني بصراحه سامي بوان دوتيروغاسيون للاعب هذا ظهر لي عنده مده ماهوش يقدم في الاضافه لازم يقدمها لاعب اجنبي اللي فوت هذوما جراف يجي يعملهم لي في مقابله كبيره يعني هو في المقابلات صغيره كان عملها في مقابله صغيره انا نروح بيها اما يجي زاد ما يعملهاش في مقابله كبيره يعمل لي في مقابله ديسيزيف هو رو في زعما حتى مقابل اخرى كبيره زاد كان خارج كان خارج اللعبه يعني عنده مده في الوقت اللي بين حميده وين يهبط يعمل روندمون محترم جدا معناها لكن هو في المقابلات الصغيره عنده ديال وعنده ريتم وعنده جري وعنده معناتها ينجم يغلط راهو يغلط راهو ما نشوفش فيه في ليزونترمون اما البونتو الاولاني كنا نجمو ما نقبلوهوش وزاد قبل ناس يران فوت كما قلت لك والبونتو الثاني قبل ناس يران كونتر معناتها طمعنا شويه في اللعبه وما قبلناش 0-0 ما قبلناش لنا 0 حتى اللي وصلنا 2-0 اعطيني ريزولتا برونستيك للاياب نتصور الاسبيرونس الكابابل باش تعمل 3-0 نتاعها 2-0 3-0 توصلهم ترى زي معناتها ان شاء الله ما تقبلش توصلهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعطيك الصحة شكرا لك سامي عروسي على تدخلك معنا وعلى كل التفاصيل والاضافات الفنية اللي مديتنا بها فدوا تركي في الاخبار وبعد راجعين